لمزيد من المتابعة معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسل العربي باسل خلف، أهلا بك معنا باسل. إذن القصف الإسرائيلي يستهدف كل شيء، المستشفيات، المنازل، السيارات، الأطقم الطبية والإغاثية وحتى الشرطة، ويرتكب المجزرة تلو الأخرى. ضعنا في هذه الاستهدافات، أخبرنا عنها وعن تداعياتها في ختام هذا اليوم. حتى يسرق مفاتيح سيارات الإسعاف ويتركها من دون إمكانية لتشغيلها. هذا ما حدث في مقر الهلال الأحمر اليوم في مدينة خان يونس. هكذا يقول الهلال الأحمر أنه الاحتلال دخل أخذ مفاتيح سيارات الإسعاف وضبطها بحيث لا يستطيع أحد إخراجها، ولا يمكن لا إنقاذ من هم بداخل المستشفى من جرحى ومرضى ونازحين، ولا إمكانية حتى أن تتحرك هذه السيارات إلى الخارج لإجلاء مصابين من بعض الشوارع التي يتم استهدافها واستهداف المواطنين فيها خلال ساعات نهار هذا اليوم والأيام القادمة. سلوك الاحتلال في محيط المشافي مستمر ويهدد من بداخل هذه المشافي بالخطر، سواء مستشفى الهلال الأحمر في حي الأمل ومستشفى ناصر الطبي الذي يؤوي الآن نحو 11,000 فلسطيني، من بينهم على الأقل 1,000 ما بين كادر طبي ومصابين ومرضى و10,000 البقية من النازحين. عموما هاتين المنطقتين، يعني نحن لا نتحدث فقط عن مستشفيين يحاصرهم الاحتلال حتى تتضح الصورة أكثر، هو لا يحاصر فقط مستشفى ناصر ومستشفى الهلال أو مقر جمعية الهلال الأحمر، هذه أحياء بها عشرات إن لم يكن المئات من المباني السكنية وكتلة سكانية كانت فيها. صحيح أن معظمهم نزح وخرج منها تحت وطأة الصواريخ، لكن أيضا هناك عدد ليس بالقليل في مدارس قنديلة وحياة ومدارس حي الأمل موجودين بداخلها، ينقصهم الماء، ينقصهم الغذاء، ينقصهم المولدات الكهربائية أي الوقود الذي لازم لتشغيل المولدات الكهربائية وتوفير كهرباء، بالإضافة إلى أنهم يعانون كما يعاني المستشفيين ومن بداخلهما من أصوات إطلاق النار، القناصة الذين يقفون ويعتلون بعض البنايات ويمنعون الحركة حتى داخل مباني المستشفى. بالمناسبة يعني بالأمس رأينا الفيديو للطبيبة التي تحاول التحرك بسرعة، ونسمع أصوات إطلاق نار حتى على من يتحرك داخل أروقة وأسوار مستشفى ناصر، وهذا حدث ويحدث مع مستشفى ومقر جمعية الهلال الأحمر. الاحتلال اليوم جرف الشارع، معروف شارع البحر هناك، يؤدي إلى منطقة عمارة جاسر ويدخل في قلب المدينة ويتجه باتجاه الغرب باتجاه منطقة الظهرة والمخيم وحاجز التفاح وجامعة الأقصى، وهذه المنطقة تتحرك فيها آليات الاحتلال بشكل دائم بما لا يدع مجال ولا مساحة للناس للانتقال من وإلى داخل خان يونس، ويفرض عليهم ما يشبه حالة الحصار المطبق على تحديد المناطق الغربية والمتوسطة من مدينة خان يونس. واليوم كان هناك عدد من الشهداء والجرحى في المدينة من جراء هذا السلوك الإسرائيلي. بالأمس اعتقل 20 فلسطينيا من عائلة واحدة، بالتالي نحن نتحدث عن سلوك إسرائيلي متعدد الأوجه في هذه المدينة. إذا ما ذهبنا إلى الجنوب أكثر، خان يونس رفح اليوم بها 17 شهيدا في ساعات النهار، 12 منهم باستهداف منزل في منطقة حي البرازيل، 5 من عناصر الشرطة، 3 منهم مدير جهاز المباحث العامة في رفح، واثنين من مساعديه استهدفوا في سيارة. وساعات المساء بعد ذلك بساعتين تقريبا تستهدف سيارة شرطة فلسطينية أخرى يستشهد فيها 2. بالنسبة للناس مشكلة هناك، بالإضافة إلى الاستهدافات، أن هذه السيارات التي يستهدفها الاحتلال وهو سلوك متبع خلال الأسابيع الماضية وازدادت وتيرته خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أن هذه السيارات تتحرك في أوساط الآلاف من النازحين. رفح 60 كيلومتر مربع رولا يعيش فيها 1,300,000 على الأقل، أي حركة أي استهداف في مثل هذه المنطقة المزدحمة بالنازحين يعني وقوع عدد كبير من الضحايا ما بين شهداء وجرحى، وهذا ما نرصده اليوم. الليلة الماضية 13 واليوم 17 وفي ساعات النهار 17، أي إجمالي ما لا يقل عن 30 إلى 35 شهيد في رفح لوحدها. وسط قطاع غزة ليس ببعيد دير البلح هنا حيث نحن هنا الآن، يوجد بها 5 شهداء الساعات في خلال الثلاث ساعات الماضية من جراء استهداف منزل في منطقة شارع النخيل، وكان في ساعات الصباح الأولى استهداف للبحر أو من البحر لصياد فلسطيني وإصابة آخرين، استشهد صياد فلسطيني. النصيرات في منطقة وسط قطاع غزة شهيدان وعدد من الإصابات، حتى غزة التي تراجعت منها آليات الاحتلال، ونقول تراجعت وليس انسحبت لأن الآليات تتحرك، كانت توغلت لأسابيع ثم تراجعت ثم عادت، والآن بعد التراجع نكتشف أمرين اثنين. الأمر الأول متعلق بأعداد الشهداء ومن بينهم كانوا مصابين، واللافت في الشهداء
أو في قضية الشهداء أن هؤلاء الشهداء تحديدا أجسادهم يعني متحللة، وهذا يشير إلى أنهم مر وقت على استشهادهم. الأمر الآخر وهو حجم الدمار، وتحديدا المرصود اليوم في المشهد في قلب مدينة غزة، سواء شارع الشهداء أو مفترق الاتصالات، منطقة الجامعات، الرمال، أن الاحتلال دمر كثير من المصالح الاقتصادية، بعض المولات الصغيرة أو مراكز التسوق الصغيرة الحجم، هي لا تقارن حتى بتلك الموجودة في مدن العالم، يعني في سياق سوبر ماركت كبير فقط. ولكن دمرها أيضاً الاحتلال، ودمر واجهاتها وأحرق كثير منها. وفي خضم يعني كل ذلك باسل، رئيس بلدية رفح يقول أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا تكفي، سوى 10% من السكان هم محاصرون وخياراتهم محدودة جدا. هل من حلحلة في الأفق في هذا الملف، في ملف إدخال المساعدات إلى القطاع؟ الأمر متعلق بالاحتلال بالدرجة الأولى، نحن نتحدث عن شاحنات لا تدخل، حتى ما يدخل من معبر رفح إلى القطاع لا يصل إلى غزة والشمال. منذ 23 من شهر يناير الماضي لم تدخل شاحنات وفق الأونروا إلى مدينة غزة والشمال، والناس هناك يواجهون فعلا خطر المجاعة، لا يجدون مواد غذائية، لا يجدون طحين، لا يجدون كثير من المواد الأساسية مفقودة هناك، و مع استمرار القصف بشكل مستمر، يعني شبه يومي نسمع عن وننقل عن ما يحدث هناك، شهداء وجرحى وإصابات وشحف الأدوية، وبالتالي الاحتلال يمنع. حتى القوافل التي تذهب استهدفها خلال الأيام الماضية، استهدف بعض القوافل التي حاولت الوصول أو كان لها تنسيق للوصول، وحتى يحصل حتى تحصل الأونروا على تنسيق لدخول الشاحنات إلى غزة والشمال، وهي تمثل ثلثي مساحة قطاع غزة تقريبا، نتحدث عن يعني عرقلة لي هذه السيارات الشاحنات أيضا، ووقت طويل حتى تأخذ الضوء الأخضر من أجل أن تدخل إلى مدينة غزة والشمال. مناطق الوسط والجنوب وتحديدا رفح تعاني من نفس القصة، يعني هناك نقص في كثير من المواد الأساسية، الناس النازحين لا يحصلون إلا على القليل من هذه المواد داخل مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وعددها تقريبا 150. والمشكلة الأخرى أن الدائرة لا تكتمل بالنسبة للناس، إذا وجد الطحين لا يوجد الغاز، إذا وجد الغاز لا يوجد بعض كثير من المواد الغذائية. دعيني أقول لك أن الفواكه مثلا الناس لم ترها منذ 5 أشهر منذ بداية الحرب، مواد أساسية للتغذية للأطفال لكبار السن للنساء الحوامل وغيرهم مفقودة، حليب لأطفال الرضع، الناس يوميا يأتون إلى هذا المستشفى يخاطبوننا من أجل أن ننقل هذه المشكلة بالنسبة لهم، سواء حافظات الأطفال أو حليب الأطفال مفقودة أو تكاد من الأسواق، وإن وجدت فهي بأسعار مرتفعة نظرا لقلتها، وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك تدفق لأعداد الشاحنات. يعني السلطات هنا تقول بأنه يمكن لألف شاحنة يوميا أن تحاول تعديل هذا الميزان فيما يتعلق بالنقص الشديد للمواد الأساسية الغذائية والطبية على مستوى مناطق قطاع غزة كافة. أشكرك جزيل الشكر من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مراسلنا باسل.